كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. شو الأحسن، خضريات الطازجة أو المجمدة؟ هون عنا البامية أوكرا. أيهما صحي أكثر، الخضروات المجمدة أم الطازجة؟ الفواكه الطازجة والخضروات أغلى من المجمدة ومن الصعب الاحتفاظ فيها لمدة طويلة، مع هيك بفضل الكثيرين استهلاك المنتجات الطازجة أكثر من المجمدة. السبب هو أن المنتجات الطازجة صحية أكثر. فهل هالشي صحيح دوما؟ من المعروف أن الحصول على فوائد الخضروات والفواكه بشكل كامل يكون باستهلاكها عند نضجها مباشرة، والسبب هو أن المحتوى الغذائي للخضروات يكون في أعلى مستوياته عند ذروة نضجها، لكن خبراء الصحة يرون أن ذلك ربما يكون صحيحا فقط إذا ما تم تناول الخضروات أو الفواكه في موسمها، في موسم جنيها. لذلك يمكن للخضروات المجمدة أن تكون بديلا أفضل من الخضروات الطازجة إذا ما تم تناولها في غير موسمها الطبيعي. متى تكون الخضروات المجمدة أفضل من الطازجة؟ الحالات اللي بيكون فيها الخضروات المجمدة أفضل من الطازجة هي عندما يتم نقلها لمسافات طويلة قبل أن تباع في الأسواق. عندها تكون الخضروات المجمدة مغذية أكثر. وفسر خبراء التغذية ذلك بأن الخضروات المجمدة غالبا ما يتم قطفها قبل أن تنضج، ما يعني أنها لم تحصل على محتواها الغذائي بشكل كامل. فضلا عن أن نقل الفواكه والخضروات لمسافات طويلة يجعلها تفقد الكثير من محتواها الغذائي، مثلا تفقد السبانخ الطازجة نصف محتواها من حمض الفوليك بعد 8 أيام، كما تنخفض الفيتامينز والمعادن بداخلها لدى تخزينها بشكل خاطئ، وذلك بتعريضها للحرارة العالية والضوء. هذا ينطبق بالطبع على الفواكه أيضا، ويرى خبراء التغذية أن جودة الفواكه التي تباع في المتاجر الألمانية ليست عالية تماما، إذ غالبا ما يتم بيع الفواكه والخضروات قبل نضجها. هلأ هون بنحكي عن فوائد الأطعمة المجمدة. لعل أهم ما يميز الفواكه والخضروات المجمدة هو أنه غالبا ما يتم قطفها بعد نضجها، وباستخدام الماء الساخن يتم تقشيرها، مما يساعد على قتل البكتيريا وإيقاف بعض الإنزيمات النشطة التي تتلف الفواكه والخضار بشكل سريع، ومن ثم يتم تجميدها، مما يساعد على الاحتفاظ بمحتوياتها الغذائية. جدير بالذكر أن الفواكه والخضروات المجمدة أفضل بكثير من المعلبة. الخضروات والفواكه المعلبة تفقد الكثير من المواد الغذائية المهمة لدى حفظها داخل المعلبات، وينصح خبراء الصحة بتجنب شراء الخضروات والفواكه المجمدة إذا كانت مفرومة أو مطحونة. فمعالجة الخضروات والفواكه قبل تجميدها يفقدها الكثير من المواد الغذائية، فضلا عن ضرورة التأكد من أن الخضروات والفواكه المجمدة خالية تماما من أي مواد مضافة مثل الملح أو الزبدة أو ما شابه ذلك. الملح معروف ليش، الصوديوم عكس البوتاسيوم، الصوديوم بيرفع الضغط وبيعمل سليولات مثلا، في أسباب كتير غير هالشي. الزبدة يقال وتقريبا هذا الشيء صحيح ومن زمان أنه أي مواد دهنية ما لازم تتجمد ويرجع استخدامها. من ناحية أخرى يمكن أن يساعد شراء الفواكه والخضروات المجمدة على توفير المال، وهي الخيار الأفضل لمن يرغب بتناولها في غير مواسمها. فيما عدا ذلك تبقى الفواكه والخضروات الطازجة هي الأفضل، وخاصة إذا ما تم شراؤها من المزارعين مباشرة، أي بعد قطفها فورا بعيدا عن شرائها مخزنة من متاجر بيع المواد الغذائية. هلأ بالمجمل شفنا أكيد الفواكه والخضروات الطازجة دايما، ولكن لما أنت بالدنيا الأولوة لمسافات طويلة فأكيد رح يشتو يعني قبل ما تنضج، فقبل ما يكتمل محتواها الغذائي، وهذه مشكلة تمام، حتى الضاين مثل ما بيقولوا. من ناحية تاني بعض الأنواع ممكن إذا كانت طازجة تاخدوها بغير مواسمها،
مثل عنا مثلا البيوت بلاستيكية وما شابه ذلك، وبتعطي طبعا أكيد الأسمدة المبيدات الحشرية وما شابه ذلك. وفي شيء بيقول لك يعني دورة الطبيعة ضمن أنت المجال اللي بتعيش فيه، علم الفصول، علم الأرقام التسعة، علم الطاقات التسعة. علم الطاقات التسعة بيقول لك في فلسفة بموضوع الأكل وأم بعدين بنحكي عنه، ولكن أنت لما بتخلق ففي أول ثلاثة شهور، أول ثلاثة شهور تعتمد على حليب أمك، بعده بتبدأ تأخذ من الغذاء الموجود اللي هو مرتبط بالفصول البقياني من السنة. إذا تكوينك مرتبط بهذا المجال. مش رح أحكي أكثر هلأ عن الموضوع، رح أتركه لاحقا. إن عجبكم الفيديو عملوا لايك شير سبسكرايب، فعلوا زر الجرس. رح أحكي لاحقا عن البامية، فوائد البامية، وإذا كانت طازجة أو معلبة. هاد كان الفيديو، إن عجبكم الفيديو عملوا لايك شير سبسكرايب. باي باي.